السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم عواطف. كنتمنى دائما ان الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيك شوكولا اقتصادي ببيضه واحده فقط، وكيجي طالع والحجم ديالو كبير بمكونات اللي بسيطه وكيجي خفيف. ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وغادي ندوزو مباشره باش غادي نشوفوا المكونات مع الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هي المول. كنوجدو عاد كندوز نوجد الخليط ديال الكيك. هنايا غادي ناخذ المول، ممكن ديروه بشكل طولي او دائري اللي بغيتو على حسب الرغبه ديالكم. انا هنايا غادي ندير هذا اللي بشكل طولي، غادي ندهنو بالزبده، ممكن ايضا ندهنوه بالزيت، غادي يبقى على حسب الرغبه واللي متوفر عندكم. ملي كندهنو هكا بالزبده غادي نرشو بالدقيق الابيض، فهنا عندي المول واجد فغادي نخليه جانبا وغادي ندوزو باش غادي نوجدو الخليط ديال الكيك. بالنسبه للمكونات ديال الكيك فغادي نحتاجو حبه واحده من البيض، ومن الاحسن تكون بحجم كبير وتكون بدرجه حراره المطبخ، فهذه شي حاجه مهمه بزاف. ونضيف ليها رشه من الملح وسكر الفانيلا وكاس ديال السكر حبيبات. انا هنايا درت كاس غير مملوء ما يعادل 170 غرام، وبطبيعه الحال الكميه ديال السكر كتبقى على حسب الرغبه. من بعد كنطرب البيض مع السكر جيدا، نطربوه مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال الخليط. انا هنا استعملت الطراب اليدوي فقط، اللي بغات تستعمل الطراب الكهربائي فغادي يبقى لكم الاختيار. اهم حاجه اننا نطربوا البيض مع السكر مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو. من بعد غادي نضيف كاس الا ربع من الزيت ونرجع نخلط مزيان مرة أخرى حتى كينسجموا جميع المكونات. من بعد غادي نضيف كأس ديال عصير البرتقال اللي حتى هو خاص يكون بدرجة حرارة المطبخ. إذا كان عندكم البرتقال في الثلاجة وكنتو عاد جبتوه عصرتوه ولقيتوه بارد، من الأحسن دفيوه عاد استعملوه في الخليط. فهذه شي حاجة مهمة أن جميع المكونات ديال الكيك خاصهم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. وبالنسبة لعصير البرتقال ممكن أيضا تعوضوه بكأس من الحليب. هنا غادي نضيف الكاكاو المر، فغادي نحتاجو جوج ملاعق كبيرة ديال الكاكاو المر بدون سكر. انا غادي نغربلو باش هكا نتفادى ان يكون هكا فيه تكتلات. بالنسبه للدقيق الابيض فعندي هنايا بالضبط 300 غرام ديال الدقيق الابيض اللي غادي نبقى كنضيفها تدريجيا، ما كنضيفهاش دفعه واحده، نضيفها تدريجيا وانا كنخلط. والدقيق ضروري اننا نغربلوه. كيف ما كتعرفوا النوعيه ديال الدقيق الابيض كتختلف، فمن الاحسن كنبقاو هكا كنضيفو تدريجيا في الدقيق حتى غادي نحصلو على القوام ديال الكيك. بالنسبه للقوام ديال الكيك ما خصوش يكون خفيف بزاف، وفي نفس الوقت ما خصوش يكون ثقيل. الا كان الكيك ديالكم خليتو الخليط خفيف اكثر من القياس فالكيك ديالكم كيطلع في الفران، ولكن غير كتخرجوه كيرجع كله ينزل، والسبب ان الخليط كان خفيف كسر من القياس. اما الا درنا الخليط ثقيل فما كيجيناش الكيك خفيف وزوين. فغادي تشوفوا معايا من بعد بالضبط القوام كيفاش خاصو يكون.
فالقوام ديال الكيك كيلعب دور كبير باش يجينا الكيك ناجح طالع وخفيف. القوام خاصو يكون هو هداك، ماشي خفيف بزاف وفي نفس الوقت ماشي تقيل. بطبيعة الحال حتى الطريقة ديال الطياب حتى هي مهمة، خصوصا ان الكيك ما خصناش نفتحو عليه نهائيا الفران ملي تيكون تيطيب، حتى كدوز على الاقل 20 دقيقة، اقل من 20 دقيقة ما تفتحوش نهائيا، والا الكيك اكيد غادي ينزل. ملي ضفت الكميه ديال الدقيق كلها، اخر حاجه غادي نضيف هي خميره الحلويات. هنا عندي فئه 15 غرام، والا استعملتوا الخميره ديال 8 غرام فغادي ديروا جوج بالمجموع 16 غرام، فاما 15 غرام او لا 16 غرام بجوج بهم كيعطيو نفس النتيجه. وكنخلط حتى كينسجموا جميع المكونات. من بعد غادي نضيف المكون اللي مهم بزاف، هاد الخليط اللي كيعطيه واحد الخفة وكيخلي الكيك يجينا طالع، اللي هو الماء المغلي اللي كنضيفو حتى الاخر. عندي هنايا ربع كاس ديال الماء مغلي، هنا الماء راه سخون مزيان، وكنضيفوه هو الاخر حتى كنضيف جميع المكونات وتيكون عندي الخليط واجد. عاد كنضيف هاد ربع كاس ديال الماء المغلي وضروري كنضيفوه هو الاخر، وكنخلط مزيان حتى كينسجموا جميع المكونات. وغادي نوريكم القوام ديال الخليط بالضبط كيفاش خاصو يكون. الخليط ديال الكيك تيكون بحال هكا، وكتقدروا كتكتبوا به رقم 8 قبل ما كتمشي، غادي تشوفوا معايا بحال هكا. كنقدر كنكمل رقم 8 قبل ما كتمشي هكا في الخليط كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو القوام ديال الخليط، وهنا صافي عندي الخليط واجد. غادي ناخذ المول اللي وجدنا في الاول وغادي ندير فيه الخليط، وفي هذا الوقت هذا انا مشعله الفران باش غادي يسخن. درجه الحراره 180 درجه. كنشعل في الاول من الفوق لتحت بجوج في نفس الوقت. انا عندي فرن كهربائي، غادي نشعل فوق لتحت بجوج حتى غادي يسخن، وغادي نطفي الفوق وغادي نخلي غير لتحت 180 درجة لتحت بوحدو، وكنخليه حتى كيطيب. انا خدا ليا بالضبط لمدة ديال 40 دقيقة، وبطبيعة الحال الطريقة ديال الطياب وحتى المدة غادي تبقى على حسب النوعية ديال الفرن عند كل سيدة. اهم حاجة ان الفران ديالنا نسخنوه من قبل، والنار ما تكونش مجهدة، تكون مهيلة. إذا كان عندكم فرن كهربائي ديروا 180 من الأسفل فقط، وما تفتحوش عليه أقل من نصف ساعة، من الأحسن ما تفتحوش نهائيا. وملي كيطيب الكيك ديالكم وكتخرجوه، فهنا للتزيين أنا زينته بالقناش ديال الشوكولا. خديت كأس إلا ربع من الحليب مع 100 غرام ديال الشوكولا السوداء، ودهنت بها الكيك من الفوق، وزدت زينته بحبيبات ديال الشوكولا وديال اللوز. بطبيعة الحال التزيين غادي يبقى اختياري، تزينوا باي حاجه متوفره عندكم. ممكن ديروا حتى الكاناش ديال دانيت شوكولا مع الشوكولا السوداء، حتى هو كيجي المذاق ديالو زوين. تقدروا ديروا حتى الكريمه السائله مع الشوكولا السوداء. وهذا هو الشكل ديالو النهائي.